قضى هذا قضى بيضاء راه موش شينا عاد تفتح يا هلا Thank you.
معنا منذ 50 سنة بالحر وعلى رأسهم سيدي الوالي، أهلا وسهلا بك وبكل ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بحضورهم في هذا اليوم. شكرا. ويلي الفوز الثالث جميع الرياضات القتالية، ويعود إلى الملعب مدرسة أخرى. والفوز الموالي مدرسة الرجاء لكرة القدم من نشئ ومدرسة ومنتهي، ويليه الفرق النسوية وفريق إناث للرابطة الولائية في السباحة مدارس مبتدئي ونشئ بكبار وصول الفرق والمدارس جميع وفي المساهمين في هذا الاحتفال الكبير، وهو احتفال المحامين في قطاع خرطوم باستقلال هذا الوطن الحبيب. وأن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، وأن نوضح لكم مشروعنا ونهدف هذا العمل، ونسألنا أيضا بأن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن يوقعكم فيه من جميع الوقت مع صدرنا، قبلكم بشيء أن الحركة وجودة بعد مراحل من الكفاحة قد أدركت مركزة التحديدية لتشكيل بعض المشاكل القانونية التي من بينها قضية التي تجد شبهها الدبلوماسي وخاصة بعد إخوان العرب والمسلمين.
والسلام على أشرف المرسلين. نحن نعيش في عام الخير، الجزائر تعيش في عام الخير، عام إحياء خمسينية الاستقلال، ونحن نعيش كلنا أيام خير، أيام تتمثل في قيام حجاجنا ميامين بمشاعر الحج، ونحن على بعد 48 ساعة من إحياء ذكرى أول نوفمبر المجيدة الخالدة. إذن الجزائر تعيش في عام خير، حقيقة عام خير. بديناها الصباح بتدشين ربط بلدية ستيتم بشبكة الغاز الطبيعي، وصلنا إلى 21 بلدية عندها الغاز من 22 بلدية، إن شاء الله نكمل البلدية المتبقية. اليوم عندنا عام ونص، أنا نتذكر حوالي عام ونص وقفنا في هذا نفس الملعب بمناسبة إعطاء إشارة، كان الملعب ماهوش في الوجه هذا، كان الملعب بأرضية قديمة وما كانش كما اليوم. اليوم رانا في ملعب في حلة جديدة، نفتحوا ملعب يشرف مدينة البيض وولاية البيض، ولكن لازم نقولوا باللي عندنا ثلاث مركبات من هذا النوع، الأشغال راهي جارية باش ممكن نتمناو 5 جويليا، وإذا ما قدرناش في 5 جويليا في أول نوفمبر جاي نفتحوا مركب بوبطب ومركب الأبيض الشيخ بنفس الأمور. إذن ولاية البيض أنت راهي تعيش في عام خير، فضل برامج التنموية تاع الدولة، وبفضل الاستقرار والأمن اللي تعرفوا البلاد، بفضل السياسة الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية. و يعني لما يعني احنا كمسؤولين ساعات يعني يدخى علينا التعب ويدخى علينا شويه نوع من نفقد الامل، لكن انا شخصيا لما نشوف شباب هذا نولي نامن بكل شيء، لما نشوف شباب البيض نقول البيض عنده مستقبل زهر، وكل خطره يفاجئونا بالوقفه هذه راكم فيهم. يعني اذا هذه مناسبه، احنا مازالت احتفالاتنا بذكرى الثوره المجيده غدوه وغير غدوه نحتفلوا بها كما احتفلنا بخمسينية، ونذكر احتفال ولاية البيض بخمسينية الاستقلال كان احتفال بكل بالمستوى المطلوب. أنا نذكر الديفيل اللي في البلاد، ونذكر يعني كيفاش الولاية هذه مجاهدة تضرب تاريخها في العمق، ومجاهدة ومناضلة، وفي المناسبات الكبرى تبين قدراتها. إذن رانا مواصلين احتفالاتنا بعيد الثورة المجيدة، ونتمنى للولاية هذه المزيد من التقدم والمزيد من الإنجازات، ونتمنى لبلادنا خاصة المزيد من الأمن والاستقرار. وإحنا رانا يعني الشعب الجزائري يعيش في أمن واستقرار، وحبوا الأعداء ولا ما حبوش رانا نتقدموا إلى الأمام. نتمنى لكم كل الصحة والعافية بهذه المناسبة، وشكرا والسلام عليكم. شكرا سيدي الولي. عادت إلى العداء قوار عبد العزيز ويقدمها السيد الولي. المرتبة الثالثة عادت إلى العداء ميموني صديقة حارة. شكرا شكرا. المرتبة الأولى هي ارتداء داخل أحياء، والعرض المقدم من فريق الراكدو لولاية الأربيض. معقدة شوف. بما يتوفر العرض.
شكرا. روحي روح الدينا. جيش ورانا. المجلس الشعبي الوطني. بشير. أما المرتبة الثالثة عادت المتسابقة يعقوبي مروة. تقدم الشيء القليل ما أدى الكثير. أتمنى له دوام الصحة والسلام والعافية والعطاء الولاية. شكرا. صار خليه ورا هاي قدمي هاك تحت استقاط الجمهور والتكريم النيابة. سيدي أمين العام للولاية تفضل من فضلك. الآن والي الولاية المسير لهذه الولاية والأمن والمزيد من الاستقرار. نتمنى الولاية البيض المزيد من الإنجازات. أنا بدي لك الكلمة لها سعي مشكرش القطاع. يعني نعاود نشكر قطاع الشباب والرياضة، السيد المدير والإطارة بتاعو على المجهود، مجهود جبار. السيد مدير المركب فيه مجهود جبار ويبذل. أنا إذا نطلب حاجة من قطاع الشباب والرياضة أن يكمل لي القطبين الرياضيين بالضبط والله يشيخ باش تكتمل فرحة تكون عندنا التثمر. ماناش ناسيين المواطنين، راح نشرع في توزيع 2500 مسكن اجتماعي عبر الولاية إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير.